فلك ماسك فعل سابقا مع أول مريض وحين أثار جدل واسع وانتقدوا الكثير. ما تفاصيل العملية هذه المرة وهل نجحت أم ستنجح؟ ليال، يعني إيلون ماسك يبدو متفائلا أكثر بسبب النتائج المرضية. إذن هذه الشريحة التي تعد ثورة في مجال التكنولوجيا زرعت للمرة الثانية في دماغ مريض يعاني إصابة في الحبل الشوكي. ماسك لم يعطي الكثير من التفاصيل بعد عن نتائج العملية، خاصة أن تأثيراتها تظهر تباعا مع الوقت، لكنه أكد نجاحها. طبعا هذه الشريحة هدفها الأساسي منح المرضى المصابين بالشلل القدرة على استخدام الأجهزة الرقمية من خلال التفكير فقط. كيف؟ من خلال روبوت جراحي مخصص لإجراء عملية الزرع، يقوم بإدخال الشريحة وسلسلة من الأقطاب الكهربائية داخل جمجمة المستخدم، لترسل الشريحة إشارات الدماغ لاسلكيا إلى تطبيق تابع للشركة، فيقوم بتحويل هذه الإشارات إلى أفعال. ويمكننا القول يعني أن الأمر ينجح مع الشركة، فالمريض الأول الذي أجريت عليه العملية ذاتها في وقت سابق من هذا العام استطاع التحكم في فأرة الكمبيوتر باستخدام دماغه، رغم أن الشريحة واجهت مشاكل في نقل البيانات قبل أن يتم إصلاحها.